الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله. رمضانكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وجنبنا اتباعه. أيها المسلم المشتاق المحب الذي تؤثر الله عز وجل على كل شيء، يا من تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هل تعلم أن في ديننا يوجد ما يسمى بالجود والكرم؟ الجود والكرم من أعظم القربات ومن أفضل العبادات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، لا يوجد تعبير أفضل من هذا التعبير، أجود ما يكون في رمضان. نحن في موسم التقوى، لعلكم تتقون، والأنفس غلاء الأسعار. ما حال الفقير؟ أين هو الفقير؟ ما حال المحتاج الذي لا يملك قوت يومه؟ أيها المحب، أين أنت منه؟ ماذا تفعل له؟ هل تذكرته وأنت تضع على مائدتك لحوما ربما، بل حتى كبدا مشويا وهو غال عزيز؟ بزاف ناس روكا. هل فكرت أيها المشتاق في ذلك الفقير المسكين الذي لا يجد قطعة خبز، أو محتاج لا يجد حتى قوت يومه؟ الجود والكرم، رمضان فرصة لكي نجود على هؤلاء. الحمد لله كاين جمعيات خيرية تكفلت بزاف اليتامى والمحتاجين، ولكن نحن أيها المحب، نحن أيضا حتى وإن لم نكن جمعية، أفراد وجماعات، ننفق ونجود على هؤلاء حتى يعم الحب. فالمؤمن كالجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا. هل تعرف ما معنى هذا الكلام؟ كالبنيان المرصوص. أرى جاري، الجار تاعي ما عندوش وش يأكل، وأنا عندي ما شاء الله نخدم، والمرأة تخدم، ولا الزوجة الزوج يخدم وهي تخدم. أنفق على هذا الفقير وعلى هذا المحتاج، هذه من أعظم القربات. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيها المحب، كان أجود ما يكون في رمضان، وكان يعطي عطاء الذي لا يخشى الفقر. ما حالنا مع هذا الجود؟ ما حالك أيها المحب مع هذا الجود والكرم؟ أين وصلت؟ ما هو ترمومتر إنفاقك؟ أين وصل ترمومتر إنفاقك؟ 10 دنانير أو 100 دينار أو لا يوجد شيء؟ بزاف بزاف الناس الآن في زماننا هذا لازم ينفقوا، لازم يتصدقوا ويجودوا على هؤلاء المحتاجين اللي راهم ما عندهم ني دار ني أكل ني حتى باش يشري الدواء، ما عندوش المال. من يفكر في هؤلاء؟ أليس المؤمن والمسلم الصادق المحب الذي هو مشتاق لإرضاء الله عز وجل؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء.
تريد أن يتضاعف مالك ويزداد، حبيت تكون عندك شكاير تاع الدراهم وتاع المال وتاع، زكي وأنفق وتصدق ولا تخشى الفقر، لأنك تخرج مليون، راك تخرج مليون ولا زوج ملاين ولا ثلاث ملاين ولا عشر ملاين، عندك دراهم ما شاء الله، الله أعطاك وهذا المال ماله يزيد لك، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين، خير الرازقين. لا تحرم نفسك هذا الجود والكرم أيها المحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك وكان مثلا أعلى لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة لنا في كل فعل يقوم به، ولا سيما هذه الأموال والنفس ميالة لجمعها وتحبون المال حبا جما، وعدد ماله يحسبه، هذا وارد في القرآن. بس أنت محب، أنت تقاتل وتجاهد نفسك أيها المحب وأيها المشتاق حتى تخرج مالك لمن يستحقه، والله سبحانه وتعالى سيجازيك خير الجزاء إن كنت من الصادقين، تتصدق بنية أن تتقرب إلى الله عز وجل. انظر ماذا قال زيد بن أسلم رحمه الله. روى زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. عمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت له مثله، يعني نصف ماله. وأتى أبو بكر، هل تعرفون ماذا أحضر أبو بكر؟ بكل ما عنده، بكل ما عنده، لم يبق شيء لأهله، فعمر أبقى نصف ماله، لكن أبو بكر أحضر كل ما عنده. قال: فقلت مثله لأبي بكر: ماذا أبقيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، الله ورسوله. يا الله، ما أجمل هذه المعاني. أنا لا أدعوكم أن تكونوا، شي تكونوا كما أبو بكر، مستحيل نصل إلى هذه الدرجة، أصلا هو من العشرة المبشرين بالجنة. ما تشي تكونوا كما عمر بن الخطاب، ما تقدروش تكونوا نصف المال، ولكن أنفق، لا تحرم نفسك النفقة، ولو عشر، ولو مئة دينار جزائري اليوم، تتصدق بها على الفقراء وتجود بها على المساكين الذين يحتاجون منك قطعة خبز أو حليب، تصدق للدكان، قل هذه عشر مئة دينار أعطيها كل يوم خلال شهر كامل حتى أعلم نفسي الإنفاق. ما تقولش الناس قاعرهم يجريوا على روحتيهم، الناس قاعرهم يجريوا، الدنيا فانية، الدنيا فانية ورانا رايحين رايحين. لا تنس نفسك بأن تنفق فتصدق وتكون من المحسنين، فالصدقة هذه قد تقيك من عذاب النار في مدرسة التقوى رمضان، والحسنات تتضاعف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.